الغفلة متجهة لا تقنع ولا ترضى ولا تبقي ولا تذر. يا سلام يا سلام بشاير لهج العاصمة، الشايبة لهج العاصمة، فلا لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، الشايبة بشاير 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 سيطرت على مقدمة شوط، خذت المقدمة في أول أشواط هذا المساء. شوط المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ لهذا السن، سن الإذاع، فلا انطلقت رفعت راية التهديد فلا تعلن الخطورة، تعلن الخطورة بشاير في المقدمة، فلا في المركز الثاني، فلا 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 بشاير هج العاصمة، فلا لسمو الشيخ حمدان بن راشد. يا سلام يا سلام اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الله 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 بشاير 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 بشرت بالخير، تهانينا لهج العاصمة. المركز الثاني فلا لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد مكتوم، المركز الثالث مهمة. هذا المساء من أكبر الأسامي، من أكبر الشعارات، محتفلين بشعارات جميلة، وأيضا محتفلين بحضور سمو الشيخ ذياب بن سيف آل بن محمد آل نهيان، حياه الله في كل وقت. بسيف يا سلام يا سلام، عودة إلى مقدمة شوط، الحذر 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 حذر، ولكن خطورة قادمة، هناك راية مرفوعة بالتهديد من قبل الحان والشاهنية، الحان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد والشاهنية أجل الرأس. الله الحذر قادمة لكم يا جماهيرنا، يا خط النهاية منصتنا. الله الله الله، تهانينا نزفها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مالك هجر العاصفة. الله، بينما المركز الثاني الحان لأيضا لسموه شعار من شعاراته الجميلة، المركز الثالث الشاهنية لهجر الرئاسة. المركز الأول يخطف صدارة الشوط، المركز الثاني، المركز الثاني هجن العاصفة تقدم الواعي بقيادة حمد بن راشد بن غدير. هذه الثنائية، هذه الثنائية أصبحت ثنائية بعد أن كانت رباعية، بدأ التحدي مشاهدين الكرام والتناقض بين هذه الشعارين، ولكن هنا في انطلاقتها في تحديها بلا شك ياتي معدي على المركز الأول، بينما يحاول الواعي 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 ليجسد تاريخ الدائم، ليجسد انطلاقاته المميزة الكفيلة دائما بظهوره في مظهر صحي ومظهر مميز أمام جماهيره. هنا الواعي لهجن العاصفة يتقدم في هذه اللحظة، هناك معدي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتنافس ثنائي حتى خط النهاية، معدي معدي معدي، ولكن راح انطلق الواعي لهجن العاصفة يزيد مشاهدين الأعزاء من إنجازات هجن العاصفة. تهانينا وناموس على الفوز. المركز الثاني معدي مشاهدين الأعزاء لهجن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز. راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير مختار في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى والمضمر والمتابع. عودة إذا المشاهدين الكرام إلى هجن العاصفة، إلى هجن العاصفة، ومدلل مدلل مدلل مدلل. إذا المشاهدين الأعزاء ينتزع المركز الأول، ينتزع صدارة هذا الشوط لهجن العاصفة، لهجن العاصفة. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء لهجن العاصفة، وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير ضاري في المركز الثاني يحاول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن النهاية 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 وصلت مشاهدين الأعزاء من خلالها لحظات وصول مدلل إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس واختياره لهذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة، وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني ضاري لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث. عملية
التضمير. يا سلام يا سلام يا سلام، الثنتين في عرض جميل ودان رايع. يا سلام الواثق والفيلسوف كذلك في هذا هيلاندفاع بخبرة التضمير وبخبرة الإنجازات والسيوف والكثير والتتويج، يعرفون المنصة جيدا وتتويجها. يا سلام يا سلام يا سلام، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى 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 الرباعة. الرباعة تتقدم المشاركات، شعار هجن العاصفة، مؤسس العملاق الجميلة والرائعة. هذه هجن العاصفة، هذه هجن الشتاء والصيف، هذه هجن العاصفة وهجن الموسم كامل. تهانينا وناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز، والتهنية للواثق حمد بن راشد بن غدير فوز الرباعة بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة، بينما بن صوان في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه الثلاثة بن عبيد بن مراشد يقودها في التضمير، بينما المركز الثالث اللي فيه العنود من هجن العاصفة، والمركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام اللي فيه المايدية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن راشد بن غدير. هكذا مشاهدينا الاعزاء، اعود مع الامتار الاخيرة، نعود مع الامتار الاخيرة ومع شعلة شعلة مشاهدين العزاء الذي تنطلق بالمركز الأول، ولكن التحرك من العنود، وصلت العنود ووصلت مهابة، مهابة والعنود مشاهدين العزاء. يا السلام وشعار هجن الرياسة مع الشاهينية، ولكن مهابة والعنود في الأمتار الأخيرة يتقدمن المشاركات. تهانينا لهجن العاصفة على فوزي العنود بالمركز الأول ومهابة في المركز الثاني. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير الشاهينية من هجن الرياسة في المركز. قيادة الصادق فضل الأمين في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكروم. يا سلام، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكروم. وهناك انطلق شاهين على الصدارة، انطلق شاهين على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا لهجن العاصفة ومالكها هنا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الأداء الجميل هنا، وفوز شاهين بالمركز الأول. تهانينا وناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية، هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني من نصيب ملبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سعيد بن هايري سوقان في المركز. يتسلل على الصدارة، يتسلل على المقدمة على المركز الأول. شاهين المنطلق على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة مشعان بن سعيد بن غدير، من ينطلق على المركز الأول. ولكن يا سلام، شو الواعي 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 وعى في هذه اللحظات، الواعي الواعي وعى في هذه اللحظات. شاهين والواعي، الواعي وشاهين في الصراع. يا سلام على التحدي، عاد شاهين الواعي وشاهين والتحدي، التحدي لمن الفوز، لمن الناموس. الواعي وشاهين، شاهين شاهين الواعي 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 وشاهين، عاد شاهين الواعي 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 وشاهين، شاهين والواعي. الله 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 الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن شاهين ينتزع الفوز والناموس. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم المركز الثاني الواعي سمو الشيخ. أرى التحديات، أرى التحديات لمعزة مع المركز الثاني، الشاهينية مع المركز الثالث، وأرى القدوم، أرى القدوم
يقوم والتسلل من الشاهنية بالشعار هجن الرئاسة ينطلق مع المركز الثالث بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي. يا سلام يا سلام التحديات والتسلل التسلل التسلل نتابع أرهني الشاهنية اللي تسللت اللي تسللت مع الصدارة مع المقدمة مع عزة من الجانب من الجانب الآخر والتحديات والانطلاق المثير. ولكن الشاهينية اللي انطلقت بناموس هذا الشوط تهانين الهجن الرئاسة والتهاني موصولة لأحمد بن مطر بن مايد الأخيلي بينما اللي وصلت مع المركز الثاني معزة لسمو الشيخ حمدان براد المكتوم. المركز الثالث الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم. المركز الرابع بين غدير ومن الجانب من الجانب الآخر المتحدة لسمو الشيخ حمدان براد المكتوم خالد بن مر بن حلوة من أعلن من أعلن انطلاقة المتحدة اللي انطلقت اللي انطلقت مع المراكز المتقدمة والمربع الذهبي المربع الذهبي اللي يحتضن هذه النجوم. ولكن زعفرانة انطلقت انطلقت بناموس هذا الشوط الشاهينية تحاول اللحظات الأخيرة شعار هجن الرئاسة ينطلق بالصدارة ينطلق بالمقدمة في اللحظات الأخيرة. ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر التحديات مشاهدين متابعين الكرام من المتحدة زعفرانة الشاهينية يسلوب يا سلام والشاهينية تنطلق بناموس هذا الشوط تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني لأحمد بن مطر بن مايد الخيري. المركز الثاني زعفرانة لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيد بن محمد النهيان. المركز الثالث سلام الله 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 الشاهينية من تسللت على الصدارة تسللت على المقدمة على المركز الأول الشاهينية هنا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم. ولكن الشاهينية الأخرى شاهينية هجن الرئاسة أيضا تتسلل بدورها والسلوم يا سلام التحديات الشاهينية والشاهينية الشاهينية والشاهينية في صراع مرير لانتزاع الفوز لانتزاع الناموس. هنا الشاهينية هجن الرئاسة والشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم. ولكن الشاهينية شاهينية الرئاسة تتقدم في هذه اللحظات بمتابعة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيري والتحدي ثنائي التحدي ثنائي السلوم. ولكن الشاهينية تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز الجميل تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيري. المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد. بالمقدمة بهذا الشعار شعار سمو الشيخ راشد من حمدان براد المكتوم وانطلاقة عتيج بن سالم بالعرط الحميري من بدأ أيضا يدفع بالظبي وهي تنطلق تنطلق على المقدمة من بعد المسافة من بعد المسافة. ولكن الخطورة الخطورة من الشاهينية اللي بدأت أيضا تعلن الهجوم في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز والظبي الظبي الظبي على رأس الحربة اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة الشاهينية تحاول الشاهينية تحاول ولكن الظبي الظبي صامد الظبي صامد ما شاء الله تبارك الله الظبي والشاهينية الشاهينية والظبي الظبي اللحظات 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 الأخيرة الشاهينية الظبي 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 الشاهينية الظبي من حين اللعبة خط النهاية. المركز الثالث تصريفي سنهودة اسمه الشيخ حمدان براد المكتوم. المركز الرابع خبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري ومن الجانب الآخر شاهين لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل اللمين يقود في عملية التضمير والتدريب. ولكن مليح انطلق مليح بالأمتار الأخيرة انطلق مليح مع البداية مع الصدارة مليح مسيطر على زمام الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مليح على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم ألينيه
نيبي يا نيبي يقدم لنا مليح على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يمليح مسيطر 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 تمام السيطرة يباعد المسافة رويدا رويدا. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز مليح بالمركز الأول والثانية موصولة. سعيد بن سالم النيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان صوغان مع المركز الثالث لسمو الشيخ راشد الحمدان بن راشد المكتوم. ياخذ لقطة خاصة شمشل لبطاش وهو في المركز الأول بهذا الشكل الجميل والأداء الجميل بدون منافس على الإطلاق يعلن الفوز ويعلن الناموس. وشوف يمصورنا عطنا المسافة المسافة دخيلك ما بين بطاش وما بين بقية المراكز. شوف المسافة ما بين بطاش وبين بقية المراكز مسافة ما شاء الله. شكرا يا مخرجنا على اللقطات. شوف المسافة ما شاء الله. شكرا أبو عدنان. وهذا هو بطاش يعلن ويختم أشواطنا بمسافة طويلة بينه وبين البقية. تهانينا لحظات الوصول بدون أي أوامر. وهذه استراحة المحارب الذي قدمها بطاش في لحظات وصوله إلى خط نهاية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وتهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي أبو مانعه.